متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بالحالة الجوية المتوقعة في العاصمة الرياض خلال فترة الإفطار بحول الله، حيث يسود الطقس الصافي 31 درجة مئوية، الملموسة 30، الرطوبة 34%، أما الرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر في كل من سكاكا وعرعر وتبوك 28 إلى 17، في سكاكا عرعر 27 إلى 18، تبوك 31 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 35 إلى 22، جدة 35 إلى 22، مكة المكرمة 38 إلى 27، الطائف 29 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة طقس مشمس 27 إلى 19، جازان 34 إلى 30، أبها 27 إلى 17. المنطقة الشرقية، الإحساء طقس مشمس 35 إلى 22، حفر الباطن 30 إلى 22، الدمام 33 إلى 22. المنطقة الوسطى، الرياض طقس مشمس 34 إلى 21، بريدة 30 إلى 19، حائل 29 إلى 15. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.